مرحبا في قناتكم قناه روزا تشانل وفيديو جديد عن مسلسل اخواتي. قبل ما نبدا حط لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، شير الفيديو ده كتير، فعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله على القناه، اعملوا فيه على انستغرام، متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه الثانيه، سيب لكم لينك في صندوق الوصف. ويلا بينا نبدا. في الفيديو ده هكلمكم عن مسلسل اخواتي واخبار حصريه وملخص احداث الحلقه، وانا بعرض لكم الملخص هعرض لكم صور مسربه، فكملوا الفيديو للاخر. والملخص هو: يكفي أن يكون لديك أمل، سوف يأتي هذا الضوء بالتأكيد إلى حياتك من مكان ما. وأكيد دي جملة تتقال في بداية عرض الحلقة. عاكف غضبان ومتعصب جدا وبشكل رهيب من القنبلة الأخيرة. أتوقع القنبلة دي هتكون معرفة أن كان هو ابنه، ودروك هياخد قرار جذريا ضد والده. وقت ما يحصل كده عائلة إيرين هتعطي أفضل دعم ممكن، يعني هيكون دعم كامل لدروك عشان يعيش معاهم. وبعد كل ده عاكف هيضغط على دروك ومش هيتوقف عن الضغط ده، وهيحاول يأثر عليه. عمر هيتأثر قوي بالمفاجأة الرائعة اللي هيواجهها في العمل، وهو كمان متفائل بمستقبله جدا. ممكن المفاجأة دي يكون حد ليه علاقة بالرياضيات لأنه متفوق هيقابله في العمل وهيرشحه لشيء. أنا أتوقع كده، لأنه إيه ممكن تاني يكون مفاجأة رائعة هيواجهها وهيكون متفائل بمستقبله؟ يعني هيكون شيء هيدخله هيكبر فيه في المستقبل. وخطة نبهات القاسية اللي هتحطها هتخليها تتعاون مع سوزان عشان تنهي عاكف. أما أرهان فحصل عنده تغييرات جديدة سعيدة جدا. ووقت ما يحصل التغييرات دي عند أرهان، عمر اللي شارك شينجول في اليانصيب هينتظرهم مفاجأة قوية جدا. احنا طبعا عارفين ايه هي اليانصيب، انهم هيفوزوا زي ما شفنا في الاعلان. وبس، هو ده الملخص، ملخص بسيط. الحلقة هتكون عبارة عن دروك من أولها لآخرها، فهتكون حماس جدا. أما بالنسبة للأخبار السعيدة جدا جدا جدا، الخبر الأول: أمس كان عيد ميلاد إيرين، وكاست المسلسل في الكواليس احتفلوا بيه، وكان موجود في الكاست مليسا وعاكف ونبهات وباقي المصورين والمخرج، لأن هم احتفلوا بيه في منزل عاكف، يعني وقت ما كانوا بيصوروا المشاهد. الخبر الثاني: من نجاحات المسلسل فهيتم عرض مسلسل اخواتي مدبلج رسميا في الشرق الاوسط على قناة OSN من الحد للخميس الساعة 8 بتوقيت مصر، وهترجع تاني المسلسلات التركية تدبلج وتتعرض على القنوات العربية زي زمان، بعد ما حصل توقف كبير قوي عن دبلجة المسلسلات التركية. هترجع تاني، واللي بيحب المسلسلات التركية هيقدر ان هو يتابع على القنوات العربية خلال الفترة القادمة. وحتى عمر أو بلال نشر الموضوع ده على حسابه في الانستجرام ستوري وكتب OSN واللي هو اسم القناة العارضة. الخبر الثالث: في تسريبات من الحلقة 25 ان هيكون في مشهد بيجمع عاكف وكان، وهيكون مختلف عن مشاهدهم السابقة، لكن ما قالوش هل هيكون سيء ولا حلو. وفي مشهدين عاكف هيكون بيتكلم في الموبايل، وتقريبا هيكون ليه علاقة بدروك وقت ما هيكون بيبحث عنه. وفي مشهد هيجمع على طاولة الطعام مليسا وكان وعاكف ونبهات، لكن هيكون بدون دروك. يعني مشاهد الطاولة مكملة، لكن المرة دي هتكون بدون دروك وهيكون مكانه كان. وفي القن هيكون في مشاهد كتير لأسيا ودروك سوا، حتى وهما متخاصمين هيتكلموا سوا كتير، وهيكون في مشاهد حلوة ما بينهم. وقفلة الحلقة هتكون غير متوقعة بالمرة، لكن هتكون رائعة. لما عرفت ان قفلة الحلقة هتكون رائعة فتحمست جدا، لاني كنت قايله لكم في فيديو قبل كده ان الحلقه 25 ما كانتش عاجبه شركه الانتاج، وقرروا ان الكاتبه تكتب الحلقه من اول وجديد، فاكيد غيرت حاجات كتير قوي فيها. فبالنسبه للقفله قنبله، فانا اتحمست قوي اعرف ايه هي القفله دي. وبس كده، دي كل الاخبار اللي عندي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اكتبوا لكم في الكومنتات لو عندكم اي سؤال او استفسار، اكتبوا في الكومنتات وانا هرد عليكم. تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، تفعيل جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله على القناه. باي باي.